برعاية دولة السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشاه السوداني ووزير الداخلية المحترم، وبرعاية اللواء مدير عام المخدرات ومؤثرات العقلية اللواء أحمد صالح الزرقاني. طبعا المديرية عملت في هذا الجانب أنه يكون افتتاح مركز تأهيل مدمنين متعاطي المخدرات. طبعا الطاقة الاستيعابية لهذا المركز 200 متعاطي، ولا ننسى أنه شرع القانون العراقي أنه المادة 39 قانون 50 لسنة 2017 أنه فتح فرصة أنه للضحية لدخوله بهذا المصحة لغرض إعادته وتأهيله من ناحية الباحث الاجتماعي والطبيب النفسي وإلى آخره والبدني، وباتجاه على مود فقط أنه يكون إعادة تأهيله ودمجه بالمجتمع. جهود حثيثة تبذلها وزارة الداخلية ومديرية المديرية العامة لمكافحة المخدرات وخصوصا في ذي قار. هذه الآفة التي تفتك في فئة الشباب حقيقة هناك ضبطيات جدا جيدة خصوصا في مديرية شؤون المخدرات ذي قار، وإلقاء القبض على أعداد من المتاجرين والمتعاطين. لدينا برنامج إن شاء الله سنقوم بأخذ عينات عشوائية من الشباب من الشارع لإخضاعهم إلى الفحص وإدخالهم إلى المصحات القسرية. إحنا اليوم في حفل افتتاح هذه المصحة في مقر مديرية شؤون المخدرات في ذي قار، إن شاء الله سيكون لها مردود إيجابي بالقضاء على هذه الآفة بين صفوف الشباب. هنا هو طبعا نعم راح يتم إحالة المسجونين المتهمين طبعا بآفة المخدرات إلى هذا المركز للحجز القسري والعلاج القسري، ويتم متابعتهم طبيا ونفسيا وتأهيلهم للخروج الإسراع بخروجهم من محكوميتهم للاندماج بالمجتمع إن شاء الله. برامج هسه احنا بشكل عام هي تأهيل، يكون تأهيل نفسي وتأهيل ثقافي وتأهيل يعني اجتماعي ان شاء الله بتعاون مع وزارات ثانية حتى يتم اعادة تأهيل، اهم شيء التأهيل يعني بالنسبة للمرضى. طبعا علاجات واشراف عليهم ومتابعتهم، ما يعني ما يطلع المريض الا يكون مؤهل بشكل بنسبه كبيره للخروج من المجتمع. الارقام والله يعني جدا كبيره، والمشكله هو مو بالرقم، المشكله انه بزياده اعداد متعاطي المخدرات خلال السنوات الاخيره. يعني احنا اذا ناخذ نسبه بسيطه، احنا بال 2017 كان عدد المتعاطين الى اجمالي عدد النزلاء الموجودين في السجن الناصريه لاصلاح الاحكام الخفيفه هو لا تجاوز 25%. اليوم أصبح عدد المتعاطين، نسبة المتعاطين من إجمالي عدد النزلاء الموجودين في السجن بحدود 60 إلى 65%، وهذا هو المؤشر المخيف. يا هذا مؤشر يعطي أنه الجرائم المخدرات باتجاه الارتفاع. اليوم ظاهرة المخدرات أصبحت أكبر ثاني خطر بالعالم بعد الإرهاب، وتقريبا يعني المؤسسات الدولية مستنفرة لمكافحة هذه الآفة، ونحن بالعراق علينا أن نواكب هذه الجهود للقضاء أو الحد من هذه الظاهرة والوقوف بوجه المروجين أو تجار المخدرات ومروجيها في الداخل. أما نحن كمجلس محافظة فمن دورنا الرقابي علينا متابعة أمثال هذه المؤسسات وتقويمها ودعمها من أجل القيام بواجبها للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة في المجتمع العراقي حقيقة، لأن المجتمع العراقي مجتمع محافظ ويفترض أن تكون لديه حصانة من دخول مثل هذه الظواهر الغير صحية.